بتصير تعلي الصوت شوية. نعم فاكر بتصير تعلي الصوت شوية. تمام ماشي. هناخد النهارده شيت موجود في الريفرنس اللي الدكتور شغال منه اللي هو مندل اند كلينر. تمام، هو في شيت كده عندك، بس احنا هناخد منه مسألتين اللي هي واحد 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 تلاتة. تمام، وبعد كده ان شاء الله المرة الجاية نبدأ في شيت اتنين. طيب، أول حاجة المسألتين دول على السفيريكال، القوانين السفيريكال اللي انتوا أخدتوها مع الدكتور في الشابتر ده. لو جينا ناخد أول مسألة، بيقول لي عندي سفيريكال ساينسودال ويف بروباجيشن، تمام، أو ويف، تمام، بيحصل لها بروباجيت من سورس، النوع بتاعه بوينت سورس، عندي فريكوانسي 1 كيلو هرتز، والأكوستيك أمبليتيود عند الواحد متر على بعد يعني 1 متر من البوينت سورس كان 1/10 PA. طيب، ومديني الرو ب1.2 كيلو جرام على المتر تكعيب، ومديني السي بتاعتي 343 متر بير سكند، يبقى انا كده شغال عند 20 درجه مئويه. طيب عايز ايه بقى؟ عايز ترسم البريجر امبليتيود والبارتيكل فيلوستي كدوال في الديستنس، تمام، الديستنس من بعدك عن السورس اللي هي الار. تمام، بما ان انا قلت هنا بوينت سورس، يبقى معنى كده ان انا عندي البعد بتاعي، وهنحسب كل الراديشن بتاعتي كأنها دوائر، فعشان كده هنحسب ان الايه، ان البعد اللي هو الار. طيب، في حاله السفيريكال عندي القانون بتاع البريجر امبليتيود اللي هو البي في الار والكي بيساوي الاي بلس اي اس سالب جي كي ار زائد بي بلس بيتا بلس على الار. تمام، دي اول جزء اللي هو الاوت وورد. تمام، والجزء الانورد اللي هو a ماينس e اس سالب j k r زائد بيتا ماينس على r. تمام، طيب ايه ال a وال a بلس وال a ماينس ده؟ قال لي ده الامبليتيود عند 1 متر، عند ال r بتساوي 1 متر، يعني لما اروح اعوض عن ال r بتساوي 1 متر نشوف الامبليتيود عندي بيساوي كام. طيب، والبيتا بلس والبيتا ماينس دي حاجه اسمها الكيس ديبندنت كونستانت. تمام، بعد كده قال لي معلومه ان انا عندي في السفيريكال، السفيريكال ده بيكون سيمتري، فانا الاوت دور هو بيساوي الان دور، فانا عشان كده ههتم بحاجه واحده بس اللي هي الاوت دور اللي هي الموجه. تمام، اللي هي a بلس. فمعنى كده ان عندي البريجر امبليتيود هقول ان هو بيساوي a بلس e اس سالب j k r زائد بيتا بلس على r. طيب، ده اول قانون بالنسبه لي البريجر امبليتيود. تاني حاجه هو عايزها البارتيكل فيلوسيتي اللي هي بتساوي a بلس على رو نوت في السي نوت في الار في 1 زائد 1 على جي كي ار في اي اس سالب جي كي ار. تمام، طيب يبقى انا كده عندي القانونين الاثنين، هبدا اعوض عندي في المعطيات. المعطيات مديني اول حاجه ان a بلس بتساوي 1/10 PA، والرو نوت بتساوي 1.2 كيلو جرام على المتر تكعيب، ومديني السي نوت 343، ومديني الفريكوانسي بتاعي 1 كيلو هرتز. طيب، انا عندي ايه اللي هعوض عنه في البريجر امبليتيود؟ هنا عندي اللي هي الاي بس. تمام، طيب هتبقى 1/10. طيب، بعد كده الترم الثاني ده اللي هو اي اس سالب جي كي ار زائد البيتا. تمام، هو عايز ان هو قال لي هنا في المساله ان هو عايز البريجر امبليتيود، عايز امبليتيود بس. تمام، فانا لما اجي اشوف الترم بتاع اي اس سالب جي كي ار ده، انا لو جبت الامبليتيود بتاعته، تمام، من غير الفيز مش هاخد في الاعتبار الفيز، فانا عندي الامبليتيود بتاعت الاي دي هتبقى ايه، كوزاين تربيع زائد ساين تربيع، فهتبقى بتساوي 1، فعشان كده يعتبر ايه، مش هاخدها معايا في الاعتبار، او ان هي هتساوي 1 يعني، فخلاص مش ايه، مش هضطر ان انا اكتبها. فيبقى عندي في الاخر البي كامبليتيود هتبقى داله في الار بس، اللي هي بي اوف ار بتساوي 1/10 على r. يبقى انا كده عندي الار هروح اعوض عنها باكتر من قيمه عشان ابدا ارسم الرسمه بتاعتي. هناخد وليكن اربع قيم هنثبتهم طول المساله، اللي هي عند ار بتساوي 1/10، 2/10، و4/10، و8/10. عند 1/10 البريجر بتاعي كان 1 PA. تمام، وعند 2/10 كان البريجر نص، بعد كده بدأ يقل كل ما ببعد. تمام، أن 4/10 كانت ربع، وعند 8/10 كانت 125/1000. طيب، هروح أرسم الرسمة. هتلاقي إن هي عبارة عن أول حاجة إن إحنا هناخد الآر ده عند المحور الأفقي اللي هو الإكس، واليونت بتاعته بالمتر، والبريجر بتاع المحور الرأسي، وتبقى اليونت بتاعته بالبي إيه. لما اجي ارسم هتلاقي ان هي عباره عن اكسبوننشال، بيحصل لها ديجريديشن كل ما ببعد عن البوينت سورس، وار بتاعتي بتزيد كل ما البريجر بتاعي هيبدا يقل. طيب، ده بالنسبه لامبليتيود بريجر.
اللي هو عايزه. تاني حاجة هو عايزها الامبليتيود بتاعة الايه، بتاعة البارتيكل فيلوسيتي. طيب احنا كتبنا القانون اللي هو عبارة عن ايه، ايه بلس رو نوت في سي نوت في الار، في واحد زائد واحد على جي كي ار في اي اس سالب جي كي ار. طيب عندي هنا مش هينفع ان انا اقول اي اس سالب جي كي ار بتساوي واحد، ليه؟ لان هنا تنضرب في واحد على جي كي ار، المفروض ان انا هبدا افك الاقواس تمام، واخلي الريال بارت لوحده والايماجينري بارت لوحده. بعد كده هقول ان امبليتيود بيساوي ايه، بيساوي الجذر التربيعي الاكس تربيع اللي هو الريال تربيع زائد الايماجينري تربيع، فيطلع عندي المقياس بتاع او الامبليتيود بتاع اليو بيساوي ايه بلس على رو نوت في السي نوت في الار، الجذر التربيعي ليه كوزاين كي ار ناقص ساين كي ار على كي ار ده تربيع زائد كوزاين كي ار على كي ار زائد ساين كي ار ده تربيع، كل ده تربيع تمام. يبقى ده الامبليتيود بتاع البارتيكل فيلوسيتي. هبدا اعوض بنفس القيم اللي انا عوضت بيها في المطلوب اللي فات تمام في البريجر. بس اول حاجه انا عندي في المعادله دي كله موجود ما عدا ايه، ما عدا الكي، فانا هروح احسب الكي عندي بدلاله الاف اللي هو مدهاني 1 كيلو هرتز، هجيب الكي هتطلع كام، 18.318 بالالف. فكده هيبقى بالنسبه لي سهل ان انا اروح اعوض عن القيم بتاعتي واعوض عن الار بواحد من عشره واثنين من عشره واربعه من عشره وثمانيه من عشره، واطلع القيم بتاعت مقياس اليوم تمام. باشمهندس هو انا ليه ما شفتش، ليه ما شفتش من الاول ليه اس سالب جي كي ار زي ليه اللي ما فوق؟ شفتش ايه؟ ما انا قلت عندك هنا في القوس بتاعي، لان انا عندي فوق ما فيش اي جزء ايماجينري تاني موجود، لكن انا عندي هنا واحد زائد واحد على جي كي ار، فانت لما تيجي تضرب الاثنين في بعض لما تيجي تجيب المقياس بتاعها مش هيطلع بواحد تمام. تمام. طيب هيطلع عندي بعد كده المقياس عند واحد من عشرة أو الأمبليتود عند واحد من عشرة طلع اتنين وأربعة. بعد كده كل ما هبدأ أبعد عن السورس بتاعي هتلاقي الأمبليتود بتاع البارتيكل فيلوسيتي هتبدأ يقل، لأن إحنا جبناها باليونت ملي متر بير سكند تمام. هروح أرسم الرسمة بتاعتي هتلاقيها نفس الرسمة اللي فاتت، إن هي عندي إكسبوننشال، كل ما ببعد عن السورس بتاعي أو الأر بتزيد كل ما يبقى البارتيكل فيلوسيتي عندي هتبدأ تقل. ده كان أول مطلوب في المسألة. تاني مطلوب عايز الفيز أنجل بين البي واليو اللي أنا جبتها اللي هو البريجر أمبليتيود والبارتيكل بوست اللي أنا جبتهم من شوية، عايز الفيز أنجل ما بينهم. طيب الفيز أنجل عندي اللي هو إيه، الفاي بتساوي واحد على الكي آر تمام، والكي إحنا لسه قايلين إن هو 18.318 من ألف، والآر هبدأ أعوض عنها بالقيم اللي إحنا قلنا عليها، يبقى أنا كده جبت الفيز بتاعي تمام. عند أول قيمة في الـA بواحد وتلاتين، تاني قيمة 15.7، تالت قيمة 7.8، وآخر قيمة 3.9. هروح أرسم هلاقي إن هي برضو نفس الكلام إكسبونينشال تمام، علاقة إكسبونينشال بتبدأ تقل كل ما ببعد عن السورس بتاعي. طيب آخر مطلوب في المسألة دي بيقول لي عايز ترسم الفانكشنز دي كلها تاني، لكن بدلالة فانكشنز اللي هي كي آر، مش الآر بس، الكي آر. فدي تعتبر نفس الحل اللي احنا حليناه في الثالث من الحاجات اللي فوق، لكن الفكره انها هغير الار بتاعتي في المحور الافقي هخليها كي ار تمام، واروح اعوض عن قيمه الار تمام بواحد من عشره، بس هضربها في الكي اللي هي 18.318 من الف تمام. بالنسبه للمحور الراسي هيبقى ثابت بنفس القيم بتاعته، لان اصلا كل اللي احنا خدناه كان ايه، كان عندي موجود الكي موجود جوه المعادله، فيعتبر ان انا عندي هي نفسها القيم الرأسية اللي على المحور الرأسي هتبقى زي ما هي تمام. يبقى انا عندي كده اول حاجة بدل واحد من عشرة اللي كنا حاطينها في الار هتبقى كام، واحد من عشرة في 18.318 اللي هتطلع 1.8 او 83%، دي بالنسبة لواحد من عشرة تمام. عندي الار بتساوي 2 من عشرة هتطلع الكي ار بتساوي 3.6، وعندي الار بتساوي 4 من عشرة هتبقى الكي 7.3، وعند الار بتمانية من عشرة تبقى الكي ار ب14.7 تمام. نفس المنحنيات بالظبط، مفيش اي حاجة هتغير في الشكل بتاعها، هو مجرد المحور الافقي بس هو اللي هيتغير القيم بتاعته. في حاجة بقى قال لي تاخد بالك منها، ان انا عندي لما جيت احسب الانجل تمام الفيز انجل، قلنا ان انا عندي الفاي بتساوي واحد على الكي ار تمام، قال ان البراكتيكال ده طبعا مش مظبوط او يعني ده مش العلاقة الحقيقية، لكن انا قربتها عشان اقدر احسب القيم بتاعتي.
لكن هو المفروض عشان اجيب العلاقه الحقيقيه بتاعتي ابدا اعمل ايه؟ المفروض ان هي الفايل دي تتناسب مع واحد على كي ار، يعني معنى كده في عندي حاجات تانية في المعادله بتاعتي. طب هجيبها ازاي؟ قال لي اول حاجه المفروض ان انا اروح اجيب الفيز بتاعت البرجر والفيز بتاعت البارتيكل فيلوسيتي، تمام، وبعد كده اقول ان الفاي توتال بتساوي الفاي بتاعت البريجر ناقص الفاي بتاعت الفيلوسيتي، تمام. وعشان اجيب الفاي بتاعت الفيلوسيتي هروح افك بقى هنا اي اس سالب جي كي ار، تمام، عباره عن كوزاين ناقص جي ساين، واقول ان الفيز بتاعتها بتساوي ايه؟ بتساوي تان ماينس 1 للايماجنري بارت على الريال بارت، اللي هو الايماجنري بارت هيكون عندي سالب ساين كي ار والريال بارت هو كوزاين كي ار، هتبقى عندي الفاي بتاعت البريجر بتساوي تان ماينس 1 سالب ساين كي ار على كوزين كي ار، تمام. ده بالنسبه للبريجر. نفس الكلام هعمله على الفاي فيلوسيتي، تمام. احنا فكناها هناك بس جبنا الامبليتيود بتاعها، هنا هنجيب الفيز اللي هو تان ماينس 1، هيطلع تان ماينس 1 سالب ساين كي ار ناقص كوزين كي ار على كي ار على كوزين كي ار ناقص ساين كي ار على كي ار، تمام. بعد كده هطرح الفاي فيلوسيتي من الفاي بريجر، تمام. هتلاقي المعادله بالشكل الكبير ده، فعشان كده قلنا ان احنا هنسهلها، هنقول على طول ان الباي بتساوي 1 على كي ار، ان هي على طول معادله في الكي ار، تمام. لكن المفروض ان هي فعليا المفروض ان انا اروح اجيبها بالمعادله دي، لكن برضه هتبقى التعويض فيها صعب وكبير، فعشان كده قال لي يفضل ان انا احلها في حاجه زي البرامج اللي هي بتحل معادلات زي الماتلاب والماتيماتيكا والكلام ده، تمام. وبعد كده ابدا ارسم الرسمه بتاعتي، تمام. فدي تبقى خليها بس معلومه عندي. طيب اخر مساله او المساله الثانيه اللي هو عندي بيقول ان انا عندي سيرفيس على شكل سفير، تمام. الار بتاعته 5% متر، والفوليوم فيلوسيتي لا تعتمد على الفريكوانسي، والامبليتود فايبريشن بتساوي 1 من 100 متر عند فريكوانسي بتساوي 100 هرتز، عايز الراديو الساوند باور كداله في الفريكوانسي. طيب لو جينا نشوف المعطيات، اول حاجه الار او الاي، تمام، بتساوي 5% متر، تمام. وقال لي ان الفوليوم فيلوسيتي اللي انا هديها الرمز بتاعها يو كابيتال دي، قال لي ان هي ما بتعتمدش على الفريكوانسي، ومديني الفايبريشن امبليتيود بواحد من 1000 عند الفريكوانسي بيساوي 100 هرتز، وعايز الباور. طيب انتوا اخدتوا مع الدكتور قانون اللي بيقول ان الدبليو بتاعتي بتساوي الرو نوت في السي نوت في كي اي سكوير على 1 زائد كي اي سكوير في اليو سكوير على 4 باي اي سكوير، تمام. لو انا جبت الدبليو دي هروح اقدر اجيب البي، لان البي بتساوي الدبليو على الفوليوم بتاعي. طيب انا عندي ايه هنا هقدر اجيب الدبليو؟ لا، لان انا عندي الدبليو بتعتمد على الفوليوم فيلوسيتي، تمام، وانا مش عندي الفوليوم فيلوسيتي. طيب هروح اجيبها منين الفوليوم فيلوسيتي؟ لو تفتكروا في اول سيكشن، تمام، لما قلنا ان انا عندي الديسبيسمنت لو جبتها بالنسبة للإكس، تمام، فده هيديني اليو اللي هي البارتيكل فيلوسيتي، ولو أنا جيت ضربت البارتيكل فيلوسيتي في الأريا بتاعتي يبقى أنا كده جبت الفوليوم فيلوسيتي. طيب الأريا عندي هنا هتكون إيه؟ هتكون بما إن أنا شغال كله سفير، فيبقى عندي الأريا بتاعتي 4 باي آر سكوير أو 4 باي إيه سكوير. طيب أول حاجة هجيب اليو عشان أقدر أجيب اليو سمول عشان أقدر أجيب اليو كابيتال، يبقى أنا عايز أول حاجة البارتيكل فيلوسيتي. طيب البارتيكل فيلوسيتي هو مديني هنا الامبليتيود فايبريشن ومديني الفريكوانسي، لو جيت ضربت الاثنين في بعض تمام يبقى انا كده جبت البارتيكل فيلوسيتي اللي هتطلع 1/10 متر بير سكند. طيب وعندي بعد كده يبقى انا جبت البارتيكل فيلوسيتي هروح اعوض عنها بالفوليوم فيلوسيتي، وهضرب في الاريا بتاعتي اللي هي 4 باي اي سكوير والاي مديهاني ب 5%، يبقى انا كده جبت الفوليوم فيلوسيتي هتطلع 3.14 في 10 اس سالب 3 متر بير سكند. طيب ايه لازمة المعلومة اللي هو مديهاني ان الفوليوم فيلوسيتي مش بتعتمد على الفريكوانسي؟ قال لي المفروض ان هو عايز المسألة دي ان انت تحسب الباور الرديت باور، تمام، عند اكتر من فريكوانسي، لانه بيقول لك ان هي اثبت ان هي او قول ان هي بتساوي فانكشن في فريكوانسي، فانا هاخد عند اكتر من فريكوانسي واحسب الباور واقول ان الباور بتغير عند كل فريكوانسي. فقال لي لما تيجي تغير الفريكوانسي عشان تحسب الباور الجديدة ما تحسبش اليو تاني، خلاص طالما انت حسبتها اول مرة عند فريكوانسي معينة، تمام، او يعني دلاله البارتيكل فيلوسيتي عند فريكوانسي معينه مش هتبدا تغيرها كل مره، خلاص هي هتبقى ثابته عندك مش هتتغير مع الفريكوانسي. طيب يبقى انا كده جبت اليو كابيتال، يبقى انا هقدر اروح اعوض على طول في الدبليو، بس الدبليو عندي هنا معتمده على الكي، تمام، فانا هروح اشوف
الكي بتاعتي لازم احسب الفريكوانسي او اقول الفريكوانسي انا هبدا احسب عنده الايه الباور. فاول حاجه هاخد ان الباور ان الفريكوانسي عندي وليكن هحسبه ب 125 هرتز تمام، واروح احسب الكي بتاعتي اللي هي 2 باي اف على سي، هتطلع 2.289 من 1000، واروح اجيب الدبليو بتاعتي تطلع 1.67 في 10 اس سالب 3 تمام. يبقى انا كده جبت الدبليو، هقدر اجيب الباور على اللي هي بتساوي الدبليو على الفوليوم، والفوليوم بما اني انا شغال سفير هتبقى 4 على 3 باي في الارض تكعيب، هتطلع 3.189 تمام. ده بالنسبه للباور. طيب هو دلوقتي ممكن ان انا اجيبها كليفل باور ليفل تمام، اللي هي 10 و 10 لوج تمام، الباور بتاعتي على او الانترست باور بتاعتي على الباور اللي انا بسمعها اللي هي الايه الهيرنج انتنسيتي اللي هي قلنا عليها 10 اس سالب 12 في السكشن اللي فات تمام. يبقى انا كده هيطلع عندي الباور ليفل عند 125 هرتز بيساوي 125 دي بي. هبدا اجيب عند اكتر من قيمه، وليكن هاخد القيمه الثانيه للفريكوانسي عند 250 هرتز، هلاقي ان عندي الباور ليفل هتبدا تزيد، بدل ما كانت 125 هتوصل 130.9 دي بي. هبدا اخد كمان قيمه وليكن عند الاف بتساوي 500 هرتز، هبدا اجيب قيمه الباور برضو هلاقي ان هي بدات تزيد وصلت لحد 136 دي بي. مش المفروض ان انا بنفس الطريقه مثلا اجيب كمان قيمه او قيمتين تمام عند 1 كيلو مثلا 2 كيلو 4 كيلو، فاقول له ان انا في الاخر كل ما بزود الفريكوانسي عندي كل ما الاقي ان الباور ليفل بتاعتي بتزيد، يبقى معنى كده ان الباور ليفل فعلا تعتبر ايه؟ تعتبر فانكشن في الفريكوانسي تمام. حد عنده اي استفسار او اي سؤال في المسألتين دول؟